الإنسانية أو المعايير الأساسية يعني في العمل الإنساني، فقط أنا حطيتها هون كسلايد لأنه هي حقيقة مهمة، ما حا يعني أدخل في شرحها. ومثل ما قلنا في قطاعات عمل كلها تضم معايير إنسانية حاليا، من الصحة إلى الحماية إلى الأمن الغذائي إلى التعليم إلى الإصحاح والمأوى وأيضا سبل العيش. المراقبة والتقييم حنبدأ بأول قسمين من الميل ونشوف شو هم. إذا فيكم على الشات هيك كل حدا يكتب لي المراقبة نقطتين. يسلي لطفل تحت ال 18 سنة، أنا بهيك حالة بحق لي وقف عمليات التوزيع؟ أنواع بيانات، يعني مصطلح شايف، في عندنا شيء اسمه بيانات أولية، في شيء عندنا اسمه بيانات ثانوية. الثانوية أخي بالأساس موجودة، ما تعزمت، قد تكون تقارير لمنظمات، لمؤسسات، لمنظمة الصحة العالمية، لوزارة الصحة، لمديرية الصحة، لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فكلها إنه تعبانين وجمعين بيانات، وهي دراسات أو تقارير بحثية سابقة، أبحاث بشكل عام. المراقبة بتقول يا جماعة أنتوا عشقال بدكم توصلوا؟ بنقول له ال1000، فهو بيعرف انه لازم كل يوم اصبح، اذا على مثلا 100 يوم كل يوم لازم نوصل ل10، بيدبلج حاله انا لازم اوصل لل10. بس المراقب نفسه عم يقيم، يعني عم يروح اول شيء يا جماعه وصلتوا ل10؟ لا، اوف ليش ما وصلتوا غير ل5؟ تمام، حيسال هذا السؤال كمراقبه. بس كتقييم للمانح ياكد له انه نور ودعاء وغسان وعبد الله وفاطمه انهم عم يمشوا صح، فبيبعث فريق مراقبه بيقول له اخي هذا المشروع لازم يحقق هاي الاهداف، فروح زكاتك تاكد لنا انه فعلا تحققت هاي الاهداف بناء على زيارات معده مسبقا وادوات معده مسبقا. انه بيزروا بيقيموا المشروع بيرفعوا تقريره للماني، بعدين الماني بعض جامعي البيانات بيسالوا سؤال بيسالون اياه المستفيد، لك يا جماعه شو قصدكم؟ بيكون رجع عد السؤال بنفس الصيغه او بصيغه ثانيه، بيقول له كمان ما فهمت، يعني اخي مثلا هل برايك هالمشروع اثر في نظام المشاركة المجتمعية على الصعيد المحلي؟